جميلة، نحن رايحين على البيت، إذا بتحبي. ما في لزوم، نحن منروح لحالنا. أمي يلا تعي تعي أمي. علي أمي طولي بالك شوي، ما سمعتي الدكتور شو قال؟ قال إنه وضعه أحسن. يا بنتي علي صار لازم يتقاعد، صار مجبور على هالشغلة، شو رح يصير فيه هلأ؟ وين رح يعيشوا هدول بعدين؟ مو قالوا إنه رح يروحوا لبعيد كتير؟ جميلة أنت حكيتي مع علي بموضوع الطابة مو هيك؟ رح يسجل البيت باسمك؟ قبل يا بنتي؟ ما قبل، قال ما بيعطيني الطابة، بس قال انتي والولاد قد ما بدكن وكيف ما بدكن فيكن تبقوا بهالبيت، قال هنن بدهم يطلعوا لبرات البلد. بس هلأ تغيرت الأمور كتير عن قبل يا جميلة، هالحكي كان قبل. قال بده يسجل لي نص البيت اللي بحارة الزيتونية تبعه. رح يعطيكي طابة؟ هيك قال لي. طيب لما بعت وراك اللي عنده بالمستشفى شو قال لك وقتها يا جميلة؟ طلب مني سامحه. وانت شو قلتي له وقت قال هيك؟ قلت له اني مسامحته. مظبوط الحكي؟ مظبوط. ماما كيفه بابا؟ منيح، انتو كيفكن؟ نحن مناح امي. تعي ستي. ابني؟ نيفين بنتي انتي منيحة؟ منيحة. مجد وينه؟ بأوضته. حتى قلعني من الأوضة. لا متضايق شوي الظاهر. زعلان على أبوه؟ هو لسه ما بيعرف، فات مثل المجنون على الغرفة وحبس حاله وما عاد قدرنا نحاكي. هلا بابا رح يموت أمي؟ ابني أنت من وين؟ من وين جبت هالحكي يا عمري؟ بابا رح يطيب، بس بقى بس رح يتقاعد. ما بيتقاعد شو بصير؟ لما بيتقاعد الواحد ما عاد يشتغل. يا سلام، يعني رح يضل عنا من اليوم ورايح، وهيك يمكن ما عاد يخانقنا بقى. مجد؟ أمي؟ إيه أنا. وليش قاعد لحالك هون؟ كنت نايم. شو صاير لك ابني؟ شو بك هيك؟ مو جاي على بالي احكي امي.